واقف ولاد لوين رايحين؟ اخي علاء خذ مظفر من هون. يلا يلا مظفر بسرعه. يلا انا لحقكم. اخي شو عم بيصير هون؟ وقفوا ولاد. وقفوا لوين هربانين؟ وقفوا. يلا يلا مظفر. يلا اخي وقف ولاد لوين رايحين؟ يلا اخي وقفوا لا توقفوا لك. وقفوا لا وقفوا. لوين هربانين جوا؟ مظفر ليش وقفت؟ ليش؟ يلا نبرو. ما تأخذوني، لازم الحق لزهرة، لازم نروح على المشفى فورا. تعال هون يا سبع جبال انت، ولك اسمعني، بحسب الله ما خلقك وبشوه لك هاي الخلقة الربانية، يا خاين يا ابن الخاين. شش دقيقة، ليك اللي قدامك هو رئيس منطقة الدولة، إذا بتحترمني شوي بيكون أحسن لك. لكن رئيس منطقة الدولة ها؟ ولكون انت ما بتحلم يعينوك حتى زبال بالبلدية، ولك يا زعيم. تمام لك تمام، شكرا شكرا لك كرمو بيك، بتوقع انه مشي حاله. نعوش تمك هلا بزبط لك يا، لا تاكل هم. مش الحال لك احكي لشوف. اللي عم تعمله ما بيليق بواحد من اولاد المقاومه يا كرمو. كرمو منيح انه زبط لك انو لك. وقف ولا تعمل هيك، نحن ممكن نحل الموضوع بغير طريقه. انت لا تتدخلي بهي الشغله اختي ديالا، ما حدا رح يخليه يحكي لهذا الوسخ غيري انا. تعرف قديش انا واحد مجنون مو هيك يا زعيم؟ مع كل انواع التعذيب اللي علمتني اياها مو هيك؟ ها؟ صدقني الشيء اللي عم تعمله مو لصالحك وما بيلبقلك ابدا. علي انا بيلبق بس عليك مو لابي ابنوب يا كرمو افندي. رح تكون قدوه سيئه للناس كلها. ولك خراس بقى يا متخلف، خراس بقى. اسمعني ولك ما رح اعطيك وقت اكثر، معك وقت لحتى يطلع طارق من العمليه. يا اما بتعترف بكل شيء قدام هاي الكاميرا، تحكي كل شي بتعرفه من غريب بيك لحتى عدنان، وإلا ابنك رح بتروح. ها؟ ديالا يا ريت ما تضلي واقفة هيك، ما في حل تشيلي يا ابنه. هلا في عنا حل وحيد، إنه نخلصه لعزه. آخ ما ما تواخذني، غرفة العمليات خربوها وهون أفضل مكان لقيته. مو مهم مو مهم، يلي بدي إياه خلص اللي بإيدي وبعد من هون بأسرع وقت. أنتوا رح تهتموا بعياش ما هيك؟ طبعاً، لأنه
إذا بقينا هون في خطر علينا. عياش أمانتكم. شرف. تمام، وضع عياش تمام، فينا نطلع. كيفه دكتور؟ كيف صار وضعه؟ عم قلك وضع عياش منيح ورح يتحسن إن شاء الله، بس هلأ الدور عليك، رح تحكي كل شي للناس. عم تحاولوا على الفاضي يا دكتور، على الفاضي، لأنه هذا ولد المقاومة عم يضرب مثل البنات. ولك رح ارجيك هلا. اتركه كرمو، خلص كرمو اتركه. مو هيك بيخلوا الواحد يحكي دكتور، هيك من دون تعذيب ومن دون حتى ما يضرب ويكسر ما بيمشي الحال. ما بيحكي ابدا وما رح يحكي بنوب، وانا بالاخص ما بحكي ابدا. بس انا رح اعطيكم فرصه لحتى تهربوا. لا تحاولوا على الفاضي، الشرطه عم تدور عليك، قسم الارهاب عم يدور عليك دكتور. لحتى تطلع من هون بدك معجزه. بس أنا ممكن أعمل لك شيء. دكتور، هاي نتيجة منيحة، ما كنت متوقعها منك أبداً. هذا هو الحكي يا معلم، إذا رحمناهم لهدول بياكلونا لحم وبعدين بيرمونا عظم. مفكرين الموضوع بهالسهولة هي يا زعيم؟ أنا حاسب كل الحسابات. نسيت لما روحي طلعت بهذا الطريق؟ أنا بعرف خليك تحكي بطريقتك أنت، بس أنا كمان عندي الطريقة يلي رح أخليك تحكي فيها، وصدقني ما بتحرك بطريق يجيب لحالي الأذى فيه. يلا يا جماعة خلونا نطلع من هون، فكوه. وانا ناطره يجيبوا لي دم لقمه. الله يوفقهم. الله يوفقهم. يلا كرمو، يلا يلا. الارهابيين هربوا، هربوا. ما رح تلمسوه ولا زهرة، ما رح اسمحلكم ابدا. احكي ولك، كيف فجرت بيت الكتب؟ انتوا اللي عملتوها، انتوا اللي فجرتوها، ما في غيركم يا سافلين. شوفي وائل، بسرعة وراهم. لقيتهم عدنان، ملاحقين عند المستشفى. محتاج لمساعدتك. رح يهرب واحد من المقاومين، انصاب ومو معهم. بسرعة ابعثوا لي دعم، لا تأخروا علينا عدنان. تماما، رح خبر الشرطة، لا تتركوني يفتوا منكم. يلا يلا اركضوا اركضوا، يلا بسرعة بسرعة، لا تكون يبدأ تنقل. بسرعة بسرعة بسرعة. يلا انتوا خدوا لزعيم. تمام معلم، بعدوا لزعيم من هون فورا. ماشي طارق، يلا يلا امشي زهرة. يلا 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 زهرة، يلا عمي بسرعة.
لك الحوض. حوض يلا لا تتركوها ابدا. عجلوا خلصوا الزعيم. يلا الحاولي. يا الله ظاهر تاخرت كثير، بس ما يكونوا عملوا شيء بزهره. يا رب يا رب ساعدني، بسرعة لا تخليني يمسكوني يا رب. لو ينفع تقولون روحوا لك روح، إذا فقدناه رح يبكونا دم. تعال طارق وزهرة لساتهم برا، خلونا نروح نلاقيهم. وقف لا تتحرك، انت مطلوب القبض عليك. تمام لا تقوصوا، رح سلم حالي خلص. خلصنا من الدكتور. طارق حاولي تحركوا، لازم نخلص الزعيم. وفي عندك يلا يلا زهرة يلا تعي معي. تركني تركني تركني. مين انت؟ هذا انا زهرة. طارق وديالا كمان كل مين راح بجهة، كنا رح نلتقى هون بس ما حدا منهم اجا. ليكي زهرة بعد اللي صار هلأ ما رح تفكري بحدا، لا تخافي أبدا أنا رح طالعك من هون. شو عم تقول علاء؟ أنا من المقاومة، شو رح يصير بعلوش؟ من دونه ما بروح لأي مكان. أنت ما عم تسمعيني زهرة؟ رح تموتي هون، تركي لي هذا وهداك، رح تروحي فهمتي؟ رح تروحي. ليش مين انت لحتى عم تأمرني هيك؟ امي ولا ابي؟ مين انت مين؟ شو لك حق علي؟ اه معك حق، انا ولا شيء، همي الوحيد انه ما يصير لك شيء. انت فهميني بقى زهرة، يمين بالله ما إلي نية زي ابنوب، بس أنا بحبك كتير. أنت نورتي لي قلبي. أنت شو عم تقول علاء؟ بعرف إنه بتحبي لعلي وما فكرت لحظة أخذ مكانه. كل اللي بدي إياه تكوني منيحة وبس. مدام عم تقولي من دون علي ما بتروحي لمكان، هو كمان رح لاقيه. إذا علي كمان إجا رح تروحي من هون؟ تمام رح لاقيه لعلي، ما تاكلي هم أبدا. رح روح جبلك علي، بس لازم تروحوا من هون ورح أتأكد إنكم بخير. كرمو
كرمو، طارق انمسك، اجت الشرطة وكمشته. وزهرة كمان ماني ملاقيتها. شو صار يا أولاد المقاومة؟ انكسر بخاطركن؟ خلاص لك. صحيح المعلم كان رح ينطق بطريقته لهذا السافل، بس هلأ وقع بين إيدي أنا، وللأسف رح تجرب طريقتي أنا لحتى تحكي، ورح تبق كل شي عندك. يلا ولك، يلا امشي امشي لك عقير. يلا يا الله ساعده لطارق. دخيلك يا ربي تساعدني. ليش مو رايحين على المديرية؟ عم حاكيكن، ليش ما فتنا على المديرية؟ قدامي يلا امشي امشي لك. يلا اطلع بالسيارة. بعد عني ولك، بعد عني بعد. يلا خلصنا بقى. امي امي فوت. يلا يلا امي هاتوها لاولادي. يلا اطلع اتركوها لاولادي. يلا امشي امي هادي. انت وين اخذينهم؟ اتركوها لاولادي امي. وردي اولادي. وردي دخيلك لا تبكي، قومي لا تبكي. بوعدك اعرف لوين اخذوهن ولوين ما كانوا رايحين رح لاقيهن. لا تبكي يا اختي، بترجاكي لا تبكي، اهدي روعه. خديها من هون لا تتركيها لحالها، انا رح لاقيهن وارجع. يلا يلا روحوا. لوين اخذوا اولادي؟ اخذوا اولادي. اخي طارق، اخي شامل، لا تتركوني لحالي، لا تتركوني اخي، لا تتركوني. الرجال قدام عيوني هلا، ما تاكلوا هم. حلو. ضل شوي منكم، قريبا رح اخلص منكم كلكم. حابين تعرفوا شو رح اعمل فيكن مو هيك؟ شو هالكلام عدنان حبيبي؟ ليك شوف الحالة اللي وصلت لها من الفضول. انت هيك دائما ولا بس مع التعذيب هيك بتكون؟ تعذيبك انت برأيك كافي لتأثر فيني يعني؟ بالكثير رجلي رح تنمل وهي متعة ثانية طبعا. عدنان ليك عدنان، ظهري عم يحكني، يلا كمل ضرب، يلا 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 يا زلمي، قريبا سوف نخرج من هنا. لما تدخل على السجن بكره الصبح رح يحكوا لك ظهرك منيح ما تاكل هم. يا سيدي انت بتحكي قصص مثل قصص ستي. كملوا انتو يلا. عياش وطارق كمان وقعوا بايدي، ما في اي ناقص هلا. كلكم رح تدخلوا السجن، كونوا واثقين من هالشيء. دار دار بعدوا عنا يا كلاب. دار عم تدعوا عن النزوان يا كلاب يا عمي. شو ما عليكم؟ والله لنمسح فيكم الارض، والله لنمسح فيكم. رجاء طارق لوين اخذيني؟ انتوا لوين اخذيني؟ طول بالك فضل طول بالك. رجاء رجاء مش الحل. شكرا زاهر، فكوا الكلبشات.
عن جد أنا آسف على الطريقة اللي جبتك فيها لهون، بس كنت مضطر أعمل هيك. صدر أمر بإلقاء القبض على حضرتك. بعرف، وهلأ رجالي بإيديهم. آسف طارق، الأمر صدر من اللي أكبر مني وما طلع بإيدي شيء. الأمر بسجنك ما كان من عندي. زعيم بإيدي، والتنظيم ومكافحة الإرهاب نهايتهم معه، وبصراحة ممكن كتير نقدر نكشف العلاقة بين الاثنين، بس أنا محتاج لشوية وقت. أنا مصدوم من اللي شافته عيوني هون. كنا بنسمع، بس لما شفت بعيوني صابتني حالي غريبة، إنه جيب حضرتك لهون فيها خطر كبير. بس بعد اللي صار بهالفترة يعني مو مصدق كيف قسم مكافحة الإرهاب عم يرعى مصالح التنظيم لهالدرجة. كل هالشغل الوسخ اللي عم يعملوه وباسمهن عم يفجروا محلات وقدام عيون الناس عم يقتلوا. فاروق بيك، هذا الشيء عادي بالنسبة لإلنا. إلنا سنين عم نحاول نمنعه بعلم يلي ما كان بدهن يشوفوه، بس هلأ نحنا بصدد فرصة مهمة كتير. رح أخلي زعيم ينطق، بس يعني أنا محتاج لشوية لوازم. هيبنوز. هيبنوز؟ أي، إذا قدرت خليه يحكي وإذا صورته بعدين كل هذا رح يفيدكن يا فاروق بيك. هيبنوز يعتبر مداخلة روحية، وقانوناً ما فينا نعتبره مجنون، ممنوع بالسياسة العالمية. كيف رح يتم هالموضوع؟ ما حدا رح يعرف إنه منوم مغناطيسي فاروق بيك. كيف ما كان، ما حدا عم يضربه أو يجبره. يلي بيعرفه هو رح يقوله، وانتو كمان رح تستفيدوا من هذا الشيء، ورح تحلوا أكتر من موضوع على أساسه. زعيم بالنسبة لإلكن رح يكون نبع معلومات. مو كل المستندات انسرقت، لسه في قسم منا عنا. على الأقل رح نكشف كم وحدة منهم، ورح نحاول نوصلهم للسلطات العليا، وبعدين رح تيجي كمالة هالقصص من حالة. ماشي، هيك بنعمل. بس طارق، هذا الشيء رح اسمح فيه بشرط واحد. بنهاية هذا الموضوع رح تسلم حالك. تمام، رح سلم حالي. بكفي انه يكون في مثل حضرتك موظفين بالدولة، وبعدين انا مو من الدولة والشرطة يلي مثلكم. انا هربان من الارهابيين يلي فوق، ما تاكل هم. سيدي، انا عندي طلب تاني، بس فيك تقول انه شخصي. شو هو؟ متأكدة إنهن هون زهرة؟ إيه، مكافحة الإرهاب اللي مسكوهن أكيد جابوهن لهون. أنت روحي لمكان آمن، وأنا رح حل القصة، ومثل ما وعدتك رح جبلك يا لعلي. مستحيل، ما بتركك لحالك أبدا. إذا رح نخلصهم رح نكون سوا. لا تنسي اتفاقنا، أنا رح جبلك يا. يلا عملي اللي قلت لك عليه. كابتن علاء، شو في كمان؟ كنت رح تقلي شي بالمخيم. زهرة، بدي اقول لك شي قبل ما تروحي، رجاءً اسمعيني، مهم كتير. شو هو كابتن علاء؟ كان هذا؟ سامحني كابتن علاء، يا ريت سامحني على كل شي عيشتك يا، بس أنا قلبي ما بيعرف حدا غير علوش، وهالشي مو بإيدي. انت قديش رجال عنيد؟ بسيطة، بعد الأكل بنرجع ومنكمل كيف ما كان مع نوات للصبح. مو إذا للصبح، إذا عذبتوني لآخر نفس بحياتي ما رح تغيروا شي من الحقيقة. أنا ما عملتها، فهم؟ وأنا أنت أدرى يا سبع، معناها عمرك بيخلص من هون. طلعوني من هون، طلعوني، تركونا في يا كلاب، طلعوني، طلعوني. شو في ولا؟ مين انت؟ ليش عم تفكني؟ ها؟ ليش عم تفكوني؟
لك مين انتو لا؟ يلا احكي. تعرف يا زعيم، انا اليوم كتير مبسوط ومو عاطي فرحتي لحدا يا زعيم. ايه لهيك لازم نحتفل ونعمل وليمة على شرف الضيف الكبير زعيم. هلا يا عمري انطوق لشوف، اعمل منك سندويشة شاورما مثلا ولا شيش كباب، راس عصفور ولا شقف، راح دوقك الموت بالحياة ولك. كرمو كرمو ترك هاي الأمور ابني، لأنه هاي مو لك. بعدين أنا وأنت ما في بيناتنا حساب. أنت هيك مفكر زعيم؟ لا تفكر نسيت رنيم. رح تتحاسب على رنيم. أنا وياها كنا نحب بعض كتير، حتى اجيت انت وفرقت بيناتنا. كرمو بعدين فكرت انه صارت الك ماك. اترك اتركني، اترك، شو عم تعمل لك؟ اتركني. هذا الجرح هداك الوقت صار مو هيك؟ قلت لرنيم رح نهرب، واستنيت لأيام بس هربت مني وما اطلعت بوشي، ولهلأ عم تهرب مني وما اطلعت بوشي. عملت منها فاحشة التنظيم، هديك الحلوة البنت العفيفة، عملت منها فاحشة التنظيم. عملتوها فاحشة التنظيم. هلا شو بدك يعني اعمل فيك؟ شو اعمل فيك ولك؟ كرمو شو اعمل؟ كرمو ما كنت بعرف انك انت بتحبها لهالدرجة، انا كنت مفكر انه انت عم تتسلى معه بس، ما كنت بعرف. ما حدا رح يخلصك من ايدي زعيم، ولا حدا ولا حدا ولا حدا ولا حدا ولا حدا ولا حدا ولا حدا. زعيم انا هلأ رح حاسبك على كل شي عملته يا زعيم، فهمت؟ ولك 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 كرمو انت عاشق ولك. ليك انت طالعني من هون، طالعني من هون. ولك كرمو بروح وألف وحدة مثل رنيم فدا روحك والله. ولك بعمل لك ابن النسوان مسبحة بإيدك، وعد. ها أنا هاي المسبحة تبعي ولك، ما تاكل هم، رح طالعك من هون. كرمو كرمو بس مو واحد، رح تطلع ألف شقفة. وهلأ قبل ما تتفرق لألف شقفة انطوق وسمعني وخلصني زعيم. احكي 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 احكي. ديالا طارق، طارق انت كيف نفدت من الشرطة؟ لا تخافي ديالا، لا تخافي، اجوا مشان يساعدونا. ما تاكلي هم، رح احكي لك، رح احكي لك كل شيء، لا تشغلي بالك ابدا. خلينا بالاول نخلص من هاي القنبله وبعدين رح نخلص رفقاتنا باذن الله. شوف شغلك انت، تفضل. بس رفقاتي، رفقاتي ضلوا جوا، لازم نخلصهم هنن كمان. وقفوا لك مين انت؟ ليش عم تساعدني لأهرب؟ ليش عم تخون رفقاتك مشاني؟ ولك ليش ما منخلصهم هنن كمان؟ اسكت بس، اسكت.
ولك سكوت. هذا أنا حاش تصرخ. ولك قادر؟ أنت؟ ليش عم تعمل هيك؟ لأنه ما ضل شي وما عملته فيك، حتى على الموت بعدتك، بس كرمال أخذ زهرة أوصت عليك من دون ما أفكر حتى، وخنتك كتير، بس أنت على طول كنت وفي معي، وحتى تخليت عن حبك لزهرة وعطيتني إياها، بس أنا كنت دايما سافل معك، بس بكفي بقى، خليني أعمل معك معروف لمرة واحدة بس. ولك قادر؟ ما عم تلعب علي مو هيك؟ ولك علي، روح من هون قبل ما أغير رأيي، خذ زهرة وروح من هون، بس لا تخلوني أشوفكن مشان الشيطان اللي جواتي ما يتحرك، لا تطلع وراك أبدا، يلا يلا روح. قادر، شكرا قادر، شكرا كتير لك، عن جد أنت إنسان منيح، بس نفسك اللي غوتك، الله يهديك ويصلحك. يلا ولك روح من هون، خود هدول مصاري حرام، ما بدي أخذ. ولك روح، خود منهم حرام، روح خود لشوف، يلا خود، ما تخاف، هذا من عرقي، روح انتبه لزهرة، يلا وصلوا للرجال، روح تحرك. واقف عندك أخي، أخي بسرعة، قادر روح، أخي قادر. ليش عملت هيك يا أخي؟ ليش؟ انت منيح قادر؟ ايه منيح اخي، منيح. على مهلك. شوي شوي. بلع الطعم. برافو عليك يا قادر. شو يعني المسك الزلمة ولك؟ شو يعني المسك؟ شو عم تحكي؟ الرجال ما له ياسر. أخي عدنان، هذا طارق ورجاله بالفعل بدك ياهون أخي؟ ها؟ ولك أنت عم تتمسخر علي ولك؟ هلا وقت تقل دمك؟ وبدك تخلص زعيم من بين إيديهون؟ ولك قل لي ليش نحن هون بالأصل؟ ها؟ عندي خطة حلوة كتير أخي، علوش بتعرفه؟ بيكون أخي، شو رأيك؟ إذا منتركه ومنخلي حدا يلحقه ومعروف هو لوين رح يروح، رح يروح لعن طارق، لوين غير هيك؟ لأنه زهرة عنده، وهيك منكون لقينا الكل. سكوت ولك غبي. أصلاً نحن بالأخير رح نسوي هيك خطة، بس ما رح يصدقك أخي. علوش ولد منيح وبسيط كتير، ويمكن كمان عاقل ونيته منيحة وما بيفكر بنية سيئة. أنت ما تاكل هم، يمكن ما حدا بيقدر يخدعه، بس أنا بخدعه، أنا أخوه وبعرف البضاعة منيح، أكيد رح يوثق فيني، وعلى الأخص إذا متت بآخر لحظة مثلا الموضوع رح يكون مقنع. تمام ولك، مو مشكلة، بس إذا صار شي بمحيك من عوش الأرض. ما تاكل هم أخي، ريح لي راسك، رح نصيدهم مثل السمك، رح نرمي السنارة ونسحب طارق، وبالرمية الثانية رح نطلع رجاله، الموضوع سهل كتير. طارق، انت كيف بتوعدهم هيك وعد؟ اذا سلمت حالك رح تنسجن كل العمر، بالاصل انت عندك حكم. ديالا رجاء لا تزعلي، إذا نطق زعيم رح نكون وصلنا للي بدنا إياه، وهذا بيعني إنه ممكن نعيد المحاكمة ويمكن اتبرأ، مو بالهريبة. ما عنا حل تاني يا ديالا. تذكر الوعد اللي وعدتك فيه مو هيك يا زعيم؟ رح خلصك من بلاء البول، وبعدين يلي بدي اياه رح اخده. بتعرف انه انا من حالي ما رح احكي، مو هيك يا دكتور؟ اكيد مو مفكرني اهبل، ما هيك؟ هه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 ه
شو هادو لك؟ شو راح تعملوا فيني ولك؟ شو راح تعملوا فيني؟ زعيم ما تاكل هم، مجرد مخدر بيساعد عضلاتك لترتاح، وراح يأمن لنا التحكم فيك بدون ما تعذبنا. اتركني يا خاين، اتركوني ولك. يلا يا علوشي، طيروا خدمة لعند الدكتور. شو هذا ولك؟ مين هذا؟ الموضوع خرج عن الخطة. روحوا لك، خلوكن وراء على الدعسة، لا تتركوه أبدا. ها، بدي أعرف اللي عم يصير، روحوا. وليش غميان هيك؟ شو صار؟ أنا وفيت أبو علي لك، هلأ الدور عليك أنت وعلي. رح تروحوا من هون بمجرد ما يفيق، رح تروحوا من هون دغري. تمام تمام، رح أعمل اللي قلت لي عليه. علوش، رح نروح من هون، رح نروح من هون حبيبي. عيونك عم ترتخي. اسمع، بدك تسمعني منيح يا زعيم، انت بس اسمعني ورح تطيعني. اترك حالك بمكان عميق، ارتاح، استرخي. اترك حالك بمكان عميق. لك دكتور، انا الخط ما بعرفه، انت بدك تقتلني بالعلم تبعك يا دكتور. ليك طلع منيح، طلع طلع، شوف لي شفوني، رح يختفوا مني ولا لا؟ رح يختفوا دكتور؟ طارق، هيك ما رح نستفيد شيء. زعيم، لا تعب حالك، بس ركز، ركز منيح، ركز بأي شيء. إذا بدك ركز بالساعة اللي قدامك، أنت بس ركز. وهلأ راح يبلش بجسمك تنميلة خفيفة، اسمعني لإلي وبس، ولازم تطيعني. صوتي كأنه مخدر، خليه هديك وينيمك. لا تتشنج، ارتاح، استرخي. هلأ شايف أبوك وعم بتفكر فيه، أبوك أخده وراحه. أخده أبوك قدامك وعملته تحتك.